أهلاً ومرحباً بكم في درس اليوم حول موضوع ثنائية اللغة. على الرغم من إجراء العديد من الدراسات فيما يتعلق بثنائية اللغة، إلا أن الدراسات التي تمت قبل عام 1960 كانت تعتبر تعلم لغتين في آن واحد يشكل عائقاً كبيراً، لأن البحث في ذلك الوقت اعتبر أن المتعلمين يجبرون على التمييز بين رموز وقواعد اللغتين بشكل أكبر من أن يتحمله الدماغ. لقد كان يعتقد في حينها أن الوقت والجهد المخصصان لتعلم اللغات بشكل متزامن يؤخر التطور اللغوي للمتعلمين. في يومنا هذا تعد هذه الآراء خاطئة نوعاً ما، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن القدرة على انتقال الشخص بين اللغات يؤدي في الواقع إلى نشاط أكثر إيجابية في قشرة الفص الجبهي الظهراني للدماغ، وهي المنطقة التي تؤثر بشكل كبير على الوظائف التنفيذية للدماغ مثل المرونة المعرفية والذاكرة العاملة والاستدلال المجرد. وبالتالي وفقاً للبحوث الحديثة تضمن ثنائية اللغة دماغاً أكثر نشاطاً وصحة. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ اختصاصيو الأعصاب كيف تؤثر بعض جوانب تعلم اللغة على الدماغ ثنائي اللغة. يمكن القول إن نصف الدماغ الأيسر يهيمن عموماً على تحليل العمليات العقلانية والمنطقية، في حين أن النصف الأيمن يتناول السياقات العاطفية والاجتماعية. على الرغم من أن هذا التقسيم ليس مطلقاً، إلا أنه عندما يتعلق الأمر باكتساب اللغة فمن الآمن أن نقول إن أدمغة الأطفال تستخدم كلا النصفين بسبب المرونة العصبية، أي التغيرات الوظيفية والفيزيائية في أدمغتهم والتي لا تزال قيد التطور. من ناحية أخرى، فإن أدمغة الكبار تميل إلى استخدام النصف الأيسر عند تعلم لغة جديدة. إذن ما الذي يعنيه ذلك؟ إنه يعني في الأساس أن لثنائية اللغة انعكاسات مهمة على الدماغ فيما يتعلق بكيفية معالجته وتمثيله لكلا اللغتين أو للغات كلها التي يتعلمها، وتغيره كنتيجة لتعلم اللغات بشكل عام. في الواقع، إن لتعلم لغة أخرى فوائد متعددة. بالإضافة إلى أهميته لصحة الدماغ، فإن ثنائية اللغة قد تؤخر لمدة تصل إلى 5 سنوات بداية مرض ألزايمر أو الخرف بسبب التمرين الموسع الذي يتلقاه الدماغ خلال حياته. وعلاوة على ذلك، فإن معرفة أكثر من لغة واحدة يمكن بالتأكيد أن يعزز القدرة التنافسية ويسهل التواصل في السوق العالمية. إذا كنت ترغب في استكشاف المزيد حول أي من الموضوعات التي تمت مناقشتها اليوم، فاضغط على الروابط الموجودة في نهاية هذه الوحدة. وكما هو الحال دائماً، تذكر أن تلاحظ ما يحدث في صفك وأن تكون خبيراً في التفكر.